النسوية خويا، أنا نفضل موضوع النسوية نفردوا له حلقة خاصة إذا كان تحب. معناه إذا كان باش نبداو هكايا نظلموه ونبانوا كأن احنا سطحيين فيه، في حين الحمد لله يعني نحسب أننا نفهم منه الكثير، هل من الموضوع تعليق سريع على هذه الناشطة النسوية؟ نعم، فقط تعليق سريع. قلت لك الناشطة النسوية هذه قالت، كتبت هي بيترونيلا وايت، لقد خذلتني الحركة النسوية وخذلت جيلي. النسوية مش بمعنى الدفاع عن الحقوق، لا، بمعنى أنه أول تقول، أعطيك الملخص بتاع فكرتها إيش تقول. قالت نعم أنا أؤمن بحقوق المرأة، لكني لا أؤمن بالحركة النسوية المناضلة التي نشأت عليها والدتي، لقد ذهب الأمر بعيدا جدا من أفواه الأطفال. إن النسوية التي غذيتها في شبابي ارتكبت خطأ عندما طلبت من أفراد جنسي أن يتصرفوا ويفكروا مثل الرجال. كان هذا الخطأ فادحا، والنساء مثلي يدفعن ثمنه مثل المقامرين في الكازينو الذي تم إصلاحه. لقد حان الوقت لإعادة ضبط الثقافة. ربما يكون الوقت قد فات بالنسبة لي ولأصدقائي، ولكن لا ينبغي لنا أن نسمح للحركة النسائية بأن تدمر حياة الأجيال القادمة أيضا. إن شاء الله تتاح لنا فرصة نخصص فعلا الموضوع النسوية. فقط حتى نختم سسليم، خلي مع سسليم، رجعت نبقى سسليم، نختم موضوع بن جبل الله وموضوع العلمنة في مداخلة أخيرة سليم. نعم، يعني على كل حال نحن ماذا نريد؟ نحن نريد يعني الناس تكون، أنا لست ضد اليساري، ضد اليساري المتنكر ليساريتي، أنا لست ضد القومي، ضد القومي المتنكر لقوميته ويصير مع الطائفة، لست مع الماركسي الذي يتحدث عن الصراع الطبقي ثم يتحالف مع أعدائه الطبقيين، لست مع العلماني ثم يجرد العلمانية من يجرد العلمانية من ماذا؟ يجردها من مفاهيمها الأساسية التي قامت عليها، لأن المفاهيم الأساسية للعلمانية هي الحرية. البروتستان في معركتهم عندما أنهوا مهمة التسامح الديني خطبوا في البرلمان الفرنسي وقالوا نحن ما عيناش بالتسامح الديني، نريد الحرية السياسية، نريد علمانية كما تقول الصحفية غادة عويس، علمانية تنطلق من العقل حيث الثقافة لا من الحوض حيث البكيني. ولك عندما تصير هذه العلمانية ليست حماية حق الانحطاط، عندما نحن وصلنا في تونس وفي مناطق كثيرة أن العلمانية صارت حماية لحق الانحطاط الذي تدفع ثمنه الأجيال. يعني في حلقة قادمة إن شاء الله إن تيسر ذلك، عندما نتحدث عن موضوع النسوية سنحاول تفكيكه بكل الموضوعية الممكنة وبكل الأدلة الممكنة والوثائق الممكنة لنبين خطره على المجتمع. كل ما يمكن أن يضر بالإنسان وفي علاقة المجتمع بالدولة يجب أن يقف المثقف صدا منيعا له، ودور المثقف أن يقول ما يجب أن يقال وما يجب أن يفعل، لا أن يجاري ولا أن يبث الحقد ولا أن ينشر الكراهية بالخطاب يلم شعث الناس ويلم المجتمع وينشر الثقة بينهم وينشر الأمن بينهم وخطاب الكراهية. ولكن ما يفعله حمادي بن جبل الله وما يفعله حمادي الديسي لا علاقة له لا علاقة له بجمع الناس، لا علاقة له بلم شمل التونسيين، لا علاقة له بمفاهيم الحقيقية للعلمانية التي ارتقت بها أمم ولكن نتخلف بها نحن. شكرا سليم. ربما خبر هذا مذكرة من وزارة الداخلية للشارع المغاربي، الشارع السياسي، تمنع الولات من لقاء النواب وتسحب منهم دورهم الرقابي، حتى هم نواب 8.8. هذا نقاش إن شاء الله غدوة يتاح لنا الفرصة. إذن وزارة الداخلية تمنع الولات من لقاء النواب وتسحب منهم دورهم الرقابي. ربما توهموا بالحق أنهم عندهم دور رقابي، هم 8.8. ربما هذا فرصة، هالقرار هذا يعيد الناس، يحط الناس سقيه على الأرض حتى يعرف واحد نواب فعلا ولا، لأنه قروضهم يصفوا فيها يصعد. تقول أنه انتقادات كبيرة لسعيد دائما عن النواب ما قبل 2021 يقول لك خسوا كل وقتهم إلا لإمضاء العقود والقروضات. سؤال وحيد سيد المشاهد، حاول تجميع واسأل كم قرضا صادق عليه البرلمان هذا في جنح الظلام؟ 1 2 المليون 3 ملايين يخذوها في السيمستر هذه الأولى، الثلاثية الأولى متاع 2024، شأنها شأن الثلاثية الأخيرة متاع 23، يعني ولا عنده مليون زايد. شنو العمل اللي يقوموا به؟
من خول السيد عميد بدربالة باش يعطيه عبارة أعطيه 1000 درهم من الكيس بتاع الملك، هذا في عصر في زمن أكبر عام فيه الديون. الآن تونس مطالبة باش ترجع ديونها، التقشف لمن؟ حبك فايق ولد أختي. ثالثا عشان نلقوا وقت باش نناقشوها ونخليكم على الفيديو اللي بدينا به الموضوع متاع تجيك نخبة تقول لك إصلاح الديني نصلحوا لهم الغبش في التاريخ والحضارة، كلام سم دس الفشل السم في الدسم. نسمعوا الفيديو هذا نختم به، وشكرا جزيلا سليم الحكيمي، شرطت لنا فرصة لمناقشة أكثر مواضيع حضارية، ونحاول دائما نروح بين ما هو السياسي اليومي خبري ومواضيع فكرية، ويبقى حق الرد مكفولا لمن يطلبه. في أمان الله، غدوة 8:30 مساء بتوقيت تونس.